وللمزيد حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته أن مصر بتبذل جهدا كبيرا للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، كما شدد سيادة الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون عبر القنوات الدبلوماسية. كيف ترى ذلك؟ طبعا المساله ان هو من اول يوم الازمه وهي مصر مدركه، من مصر ان هو نقصد القياده السياسيه بالتحديد، يعني مدركه ان الصراع الحالي والحرب اللي ما بين اسرائيل وغزه ابعادها التهديديه اختلفت شويه، وطالت الامن القومي المصري المباشر، والامن القومي المصري المباشر ان هو متفرع الى امرين: مستقبل القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين، والسيادة على الأراضي المصرية. إسرائيل بتحاول تجر المنطقة كلها لمخطط تخريبي يقضي على القضية الفلسطينية، يقضي على الشعب الفلسطيني، ويصدر الأزمة أو يصدر الصراع إلى دول الجوار وبالتحديد مصر. فكانت كلمة السيد الرئيس اللي كانت في تخريج الطلاب في الكلية العسكرية في مؤتمر صحفي مع أولاف شولتز مع رئيس وزراء بريطانيا، واللي هيكون برضه النهارده مع رئيس فرنسا، كلها واحده بتعكس موقف مصري ثابت انه لا يمكن حل القضيه الفلسطينيه عبر اراضي عربيه اخرى وبالتحديد سيناء المصريه. طبعا الدلاله ان هو كانت واضحه وصريحه في كلمه السيد الرئيس اثناء التفتيش الخارجي، حتى ردود الافعال المجتمع الاسرائيلي كانت يعني دالة وصريحة في هذا الجزء، ان اللي احنا اللي اسرائيل بتعمله في غزة هيفقد حليف مهم جدا زي مصر، وهيأثر على العلاقات وهيأثر على المنطقة بشكل عام وعلى حكومة اسرائيل وقف هذه السياسة فورا. كلمة السيد الرئيس ودور مصر بشكل عام من خلال بقى المستويات المتعددة سواء كانت الانسانية او الدبلوماسية والسيادية بالتحديد بين قوسين، انا هنا عايز اركز بقى على الجزء المتعلق اجتماعات مجلس الامن القومي المصري بالاصطفاف العسكري اللي كان حاصل النهارده بكلمه السيد الرئيس اثناء تخريج الطلاب في الكليه العسكريه. هنا ده اسمه الاتصالات الامنيه، طبعا هنا اسمه المستوى السيادي، وان هو كان ليه دور بارز جدا وهيبقى له دور بارز جدا في تعديل وضبط ايقاع الازمه المتفجره دلوقتي. تمام استاذ شادي، تحدث كمان سيادة الرئيس عن انه مصر بتبذل جهد كبير جدا للتخفيف عن اهالي قطاع غزة، والحقيقة انه يعني ليس هذا فقط، لكنه بتعتبر مصر ايضا مركزا لكل ما يقدم لاهل غزة من خلال مطار العريش. طبعا ما هو ده بقى الجزئية المتعلقة بانه امن قومي مصر المباشر، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية. الإسرائيل مسعاها في قطاع غزة مسعى يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني واستمرار العملية العسكرية والآلة العسكرية الغاشمة دي، اللي كمان قد يعني تندرج إلى عملية برية. طبعا مصر مدركة أن العملية البرية دي هتطول أمد الأزمة وهتفاقم تبعاتها، فبالتالي احنا مصر عاملة من خلال المساعدات، ملف المساعدات، أمرين أو تكتيكين: واحد، فتح متنفس قوي وحاسم للشعب الفلسطيني حتى لا يدفع إلى الانتحار القسري، مش التهجير القسري بقى. الأمر الثاني أو التكتيك الثاني هو أن مصر بتستغل المساعدات والزخم العربي من والإقليمي طبعا من المساعدات في مطار العريش اللي أصبح نقطة هذا التضامن العربي والإقليمي، أنه إزاي نضغط بيه على العواصم المتحيزة لإسرائيل وبالتالي نضغط بيه على إسرائيل. بهدف ايه؟ بهدف وقف اطلاق النار. بعبارات ابسط، المساعدات لها طابع انساني ولكنها تكتيك سياسي، الهدف منه حفظ الشعب الفلسطيني، حفظ عدم تفاقم الازمه والكارثه الانسانيه اللي قد تتفلت بعد العمليه البريه الاسرائيليه. وبالتالي برضو هنوقف اطلاق النار من خلال، لان ما فيش مساعدات هتدخل وفي اطلاق نار. فاحنا بنبرر ادخال المساعدات عن، او قصدي يا ربي، بنبرر وقف اطلاق النار عن طريق ادخال المساعدات.
تمام. فالمساعدات ان هو ليها دور سياسي ودور انساني قوي جدا جدا جدا. صحيح استاذ شادي. طب كيف تسير مساله ادخال المساعدات ومراعاه الجانب الانساني طبعا لقطاع غزه الى جانب جهود دوليه لابد ان تبذل خلال هذه الفتره لتحريك مساله وقف اطلاق النار ولفت نظر العالم الى هذه البقعه التي تتالم وبشده؟ ممتاز. سؤال في غايه الاهميه. الاليات ان هو متعدده. اول اليه كانت الاتصالات الدبلوماسيه المكثفه لضروره وقف اطلاق النار وادخال المساعدات. وان هو انا عايز اشير الى الارتباط اللصيق ما بين وقف اطلاق النار وادخال المساعدات. هي جمله واحده، جمله مركبه كده على بعضها. الاليه ادي واحد، الاتصالات الدبلوماسيه المكثفه. اثنين، الجهد والدور السياسي المتعلق ان السيد الرئيس بيصمم على عقد القمم وتقديم المبادرات عن طريق تكتل عربي اقليمي يفرض على المجتمع الدولي كشف الحقيقه وحقيقه ما يحدث في قطاع غزه، ان هو اباده للشعب الفلسطيني مش دفاع عن النفس. وفي خلال هذه الامور او خلال هذه القمم عفوا بيبقى في امكانيه ادخال المساعدات وتوضيح الخارطه المصريه فيما يتعلق بادخال المساعدات. ثلاثه، الاليه الشعبيه، ان في اصطفاف شعبي عربي مصري بالتحديد ضروره ادخال المساعدات، حركه مرابطين حتى الاغاثه، التحالف الوطني للشباب، النزول الملايين من المصريين في الشارع تمديدا لما يحدث في غزه ودفاعا عن القضيه الفلسطينيه. اربعه وده المهم، دبلوماسيه الميدان. جوتيريش مثلا على سبيل المثال امين عام الامم المتحده لم يكن ليتبنى موقفه المتماهي تماما مع الروايه المصريه لولا زيارته الميدانيه هنا بين قوسين. نعم. الى معبر رفح ونظرته للزخم المتعلق بالمساعدات. صحيح. فدبلوماسيه الميدان بعد دبلوماسي يضيف الى الجهود المصري. وستستمر دائما هذه الجهود حتى يتم حل القضيه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا عبر الهاتف.